معايا واحد من اللاعبين المميزين ولاعيبه من اللعيبه اللي يمكن كانوا في وقت من الاوقات يعني مميزه في الملعب مع منتخب مصر، مع نادي الزمالك، مع نادي حرس الحدود، كابتن احمد عيد، وليه اراء بقى في الفتره اللي فاتت خاصه بنادي الزمالك ونادي القرن، يعني محل جدال. كابتن احمد عيد، تحياتي لحضرتك كابتن احمد. حبيبي يا كابتن عامل محمد، مشاكل ليه يا احمد؟ بمس عليك حبيبي بمس عليك طبعا الاول، وعلى الناس المشاهدين طبعا كلهم، وكل سنه والناس كلها طيبه، ويا رب كده بس السنه الجايه كده تبقى الدنيا احسن ويزيع عننا الوباء اللي احنا فيه يا دلوقتي رب ده. يا احمد. مفيش شك انتمائك لنادي الزمالك منذ صغرك يا احمد مخليك بتدافع عن قضيه بالنسبه لنادي الزمالك، ودي عامله حال الجدل في تصريحاتك دايما باستمرار. ويمكن نادي الزمالك اخذ تصريح من تصريحاتك بخصوص توقيت الاحتفاليه وابتدى اشتغل عليها نادي الزمالك، في كان الاحتفاليه كانت اول امبارح او امبارح يعني. بص، هو الاول اصلا يعني موضوع احتفاليه او مش احتفاليه دوت، يعني هو الموضوع بالنسبه لنا احنا بندافع عن حق نادي الزمالك، شايفينه حق مكتسب وحق مشروع لكل الجماهير، من اول اصغر واحد في الجمهور لحد اكبر واحد. فالموضوع بالنسبه لنا ده احنا شايفين اللي هو حقنا في القرن العشرين، نادي الزمالك الاكثر حصولا على بطولات، نادي الزمالك الاكثر حصولا على بطولات اقوى اللي هي دوري الابطال، الاكثر حصول على السوبر الافريقي مرتين، الاكثر حصول على السوبر اللي هو الافرو اسيويه مرتين، وبطوله ابطال كاس عنده دوري، عنده 9 بطولات. فالطبيعي ان احنا ندور على حقنا، ومش رايي انا بس، الناس كلها بتتكلم في الموضوع ده من زمان، ان من حقنا احنا ندور، والناس تبقى مقتنعه مش مقتنعه، ده دي مش مشكلتنا احنا. احنا قلنا احنا اتظلمنا في الموضوع دوت، الاتحاد الافريقي، الاتحاد الدولي، الحاجات ديت قالوا نادي الزمالك نادي القرن، ما قالوش نادي الزمالك نادي القرن، دي ما عندوش مشكله، احنا بنعمل الحاجات ديت عشان نعرف الناس والاجيال اللي طالعه بعد كده ان ده كان من حق نادي الزمالك اللي هو يبقى نادي القرن. طب احمد خلصت كلامك في الجزئيه دي؟ لا، ما يعني انت لو طيب اسالني فيها حاجه انا تاني ما فيش هسالك، مشكله. هل من المنطق او من العقل يعني ان انا بعد 20 سنه ولا 26 سنه ابتدي اطالب بحقي، خصوصا لما اجي الاقي رئيس النادي في التوقيت ده رئيس نادي الزمالك يبعت بوكيه ورد ويهنئ نادي الاهلي بحصوله على هذا اللقب؟ بوكي ورد فين بقى اللي حصل الكلام؟ دكتور انا ما كمال شفتش. درويش، اولا انا دكتور كمال اولا درويش، انا دكتور كنت كمال بقول تدخين درويش. نادي الزمالك في الفتره ديت هو اثر في حق نادي الزمالك، دي ما فيهاش جدال، دكتور كمال درويش اثر. بس يعني انا، انت بتتكلمني في النقطه ديت من سنه 2000 ولا 2001، انت بتقول لي نادي الزمالك بعت بوكي ورد. لو بصيت في استاد حلمي زاموره، في صور كتير جدا لاستاد حلمي زاموره او فيديوهات او الكلام ده، هتلاقي تحت يافطه استاد حلمي زاموره هتلاقي تحتها نادي الزمالك نادي القرن الحقيقي، دي مكتوبه من سنه 2000 او 2001. ده مين اللي كتبها دي يا كابتن احمد؟ دي مكتوبه مجلس الاداره او النادي للناس اللي كانت موجوده في النادي، ده دي ايه مكتوبه مكتوبه بايه يعني؟ مكتوبه بتباشير ولا مكتوبه لا يافطه في نادي الزمالك. يافطه؟ تباشير ايه؟ ما هو ما انت هتدخلني في قصه دلوقتي يا كابتن محمد، انت بتقول لي تباشير والحاجات ديت، ما نادي الاهلي فين فين اللقب الرسمي او الاوراق الرسميه اي بتاعت ما هو التعيين اللي اتحط فيها؟ السنه اللي حضرتك بتتكلم فيها كابتن احمد دي 2001، النادي الاهلي حصل على البطوله او حصل على اللقب ده، فبالتالي مين اللي هيروح يعني يكتب طب في ماشي، الوقت ده؟ ما انت قول لي المعايير دي اتحطت ازاي، او المعايير، اتبعتت لمين؟ خلي بالك اتبعتت، اتبعتت لمين طيب؟ لكل الانديه الافريقيه الخاصه ب لا ما فيش الكلام ده، دي مين ما اللي حصلتش. طلع لي ورقه من الكاف، لو حد بيتكلم يطلع ورقه من انا ما الكاف. عنديش الورقه دلوقتي، لكن اي ولا حد لائحه عنده يا الورقه، ولا كابتن احمد. طلعت، ولا رئيس اتحاد الكاف هيطلعها، ولا الناس اللي كانت مسؤوله في الوقت ده هتطلعها، ولا الناس المسؤوله الحاليه ليه يا كابتن احمد تفتكر هيطلعوها. مش هيطلعوها ليه يا كابتن احمد؟ ما عشان مش موجوده، مش عشان ما موجوده فيش يعني اصلا ايه؟ معايير اتحطت. ما كانت فيش اتحطت قصدك من سنه، ايميلات او ما فيش اتحطت او سنه. جوابات ايوه اتبعتت ما فيش للانديه؟ حاجه، الطبيعي ان انت لما تيجي تحط معايير لحاجه تبعت للناس اللي مشاركه في الحاجه ديت وتقول لهم انا طب همشي على انديه النظام ده. زي كوتوكو، زي الرجاء، زي الانديه التانيه دي كل يعني ما واحد ليه اعترضتش حق ليه اللي هو بالشكل اللي يبحث انت عن حقه، بتتكلم فيه يا كابتن احمد؟ كل واحد ليه حق اللي هو يبحث عن حقه، احنا مقتنعين بكده وشايفين كده وشايف ان ده حق نادي الزمالك وده حقنا المشروع بالبطوله. انت يعني انا تتكلم معايا بالعقل في اي حاجه، كلمني بالعقل، ما تقوليش اصل انا مش عارف انت انا يعني. بكلمك بمنتهى العقل على فكره يا كابتن احمد. انا لا سبتك، انا ما بتكلمش انا عليك يا برد. كابتن لا محمد، انا بتكلم كجماهيريا او اه الناس او عموما يعني. اللي يجي يكلمني يقول لي انت مش من حقك نادي القرن عشان كذا وكذا وكذا وكذا، انا اقول له لا، من حق نادي القرن عشان كذا وكذا وكذا وكذا، وانا اسبابي اكتر
واقيم واهم وكل حاجه يعني كل حاجه. سيبك بقى من موضوع المعايير اللي اتحط، ما فيش حاجه جت رسمي لنادي الزمالك، ما فيش حاجه جت رسمي لاي نادي في افريقيا، ولا النادي الاهلي نفسه قالوا الكلام دوت. فبالتالي انا ما شايف بيقول لي كنت بنزلها في مجله سنه لا او سنه اه والكلام دوت. فالموضوع انا شايف اللي هو من حقنا الزمالك نادي القرن، احنا مقتنعين بكده، القضيه مش نجحت طيب الكلام دوت. طب يعني انت حتى لو قضيه ما نجحتش يا كابتن احمد هتبقى مقتنع بالجزئيه دي؟ اه طبعا انا مقتنع، يعني انا مقتنع ان انا نادي القرن واخد 9 بطولات طيب افريقيه، ما نجحتش ده كابتن يعني انت اسماعيل واخد، كابتن اسماعيل لسه واخد 8 بطولات افريقيا. تمام. طبعا نادي الزمالك نادي كبير وعنده بطولات، والنادي الاهلي ايضا نادي كبير وعنده بطولات، لكن انا انا ما بكلمك على بجادلكش في معايير. كده، انا بجادلك في حاجه ثانيه او بتكلم في حاجه ثانيه. الزمالك نادي القرن بكل حاجه هتتكلم فيها الا المعايير اللي محطوطه بس. فانا يعني انا بتكلم في الحته ديت. دكتور كمال داروش اثر في حق نادي الزمالك في الفتره ديت، ما عندهاش مجالس الاداره، الادارات كلها طب ما اللي كانت قبل المستشار كده ما مرتضى اثرتش. منصور، وده اللي بقوله، كان موجود في مجالس ادارات كتير في خلال ال 20 سنه اللي فاتت. انا دي مش قصتي، انا قصتي ان انا بدور على حق نادي الزمالك. مجلس الاداره الحالي كان موجود، ما كانش موجود، ما هم يشكروا اللي هم فتحوا الموضوع تاني ومشوا في الموضوع، طبعا مع كلام الجمهور والناس ضغطت واعلام والسوشيال ميديا. ما كانش زمان زي دلوقتي، ما انت عارف يا كابتن محمد، كنا بص بنلعب يا في احمد، ايام بص يا احمد، اخبار اهرام جمهوريه بس. انت حبيبي وانت اخويا من حبيبي واحنا في حرس حدود، لكن اه برضو طبعا خلي بالك وجهات النظر في حاجات زي كده ما تتاخدش بالمنظر ده، وان انت بتتكلم ان انا لو حتى القضيه فشلت او قضيه تم رفضها يبقى انا خلاص انا مقتنع بكده. لا، ما انا ما هو مقتنع، برضو انت مش مش غلط، ما انت مقتنع بحاجه وانا مقتنع بحاجه. يعني انت لا هو مش بتكلمني يا كابتن اقتناع على محمد فكره. فاروق، انت يا كابتن محمد فاروق يا بص اقول لك احمد حاجه، ما هو يا مش كابتن اقتناع محمد اقول لك حاجه بس ثانيه واحده. يعني انت دلوقتي بتكلمني دي، طول عمرك بتقول لي اصل انا، انت ده اجي اشوف كده ثوابت انت قلت لي انت وقانون يا معاك كام كابتن بطوله، احمد. الناس بتقول لي انت معاك كام بطوله، مش معنى في دي بتحسبوها بالبطولات وفي دي ما بتحسبهاش بالبطولات. يعني يا خليك مقنع بقى للناس. بص يا احمد، انا يمكن انا يمكن انا انا شاركت، فلازم ادافع. انا شاركت في وقت ما وقت في نادي القرن، حصلت على بطوله افريقيا والسوبر، فانا من حقي، واحنا كمان اتولدنا لا ده وعايشين الكلام على ده ان ما نادي في القرن يا هو كابتن، ما نادي كانش القرن. نادي القرن اللي قبليها يا كابتن محمد، ها شاركت بعد سنه خلاص، ما 2000. هو 21، ما هو برضه على حجم البطولات هيبقى نادي القرن 21 يا ايوه انا احمد. بقول لك بقى 21 ديت في القرن الجديد مش القرن القديم. اخر حاجه نادي الزمالك خد بطوله ابطال الكاس في بس سنه 2000. انا برضو اللي انا باكد عليه يا احمد، ما هو ما ينفعش ان انا رئيس النادي بتاعي يقول لي مبروك وبعد كده بعد 20 سنه رئيس نادي تاني يجي يقول لك لا انت مش من حقك اللقب هو ده. هي دي اللي انا مبروك ده، بكلمك. انا مبروك ده انا ما شفتهاش الا في اخبار اهرام جمهوريه. الراجل طلع، انا ما قال كذب الموضوع اصلا، الراجل نفسه دكتور كمال داروش قال انا ما عملتش كده. انا شفت له فيديو وهو بيتكلم في الكلام ده وقال انا ما انا ما عملتش شفتوش كده. الصراحه، يعني ما شفتش انا بقى شفته وبقول لك، والفيديو منتشر وقال ان الموضوع كان طيب في جدال يعني. طيب يعني حتى اما نشوف بقى الـ القضيه وتطوراتها وهتروح لفين، خليني اسالك على ليه 9 7 انت اتكلمت على الاحتفاليه تبقى موجوده في الميعاد ده يا كابتن احمد. عشان الزمالك واخد 9 بطولات في يوم وسبعه والاهلي واخد 7 بطولات، فهو ده الطبيعي. وهي جت على فكره، مش يعني انا حطيت الفكره وقلت الفكره انت قلت الفكره بس ما اتكلمتش مع وجمهور حد نادي من مجلس الزمالك الاداره. داس في الموضوع، جمهور نادي الزمالك داس في الموضوع، ومجلس الاداره يشكر اللي هو وافق على ان الموضوع يبقى رسمي من خلال الناس. طيب يعني ما حدش اتصل بيك من مجلس اداره ونظم معاك الامور دي خاصه لا ب 9 لا 7؟ لا ما فيش الكلام دوت. يعني انا ما الناس كلها عارفه انا، ما حتى لو مجلس الاداره بيقول حاجه مش صح بطلع انتقد، بيقول حاجه صح بطلع اقول شابوه. انا زملكاوي ماليش علاقه ولا بمجلس الاداره الحالي ولا تمام. اللي قبل كده ولا اللي قبل كده ولا اللي قبل ولا اي حاجه، وماليش هدف. الناس ما فيش حد على تواصل، الناس عجبتهم الفكره ويشكروا طبعا جدا اللي هم خدوا بيها. فانا ما يعني الموضوع بالنسبه لي كله في الاول وفي الاخر بالنسبة فني لجماهير نادي الاستاد الزمالك والجمهور. دلوقتي جفارة، خلي بالك. مين انا؟ لا مش فارقه والله، انا قلت طيب. طلعت وقلت الفكره ديت جمهور نادي الزمالك هو اللي داس على لو النادي الجمهور ما اكدش على الحته ديت عمرنا ما هنحتفل ولا هنشوف، ما فيش حد هيعمل الهاشتاج اللي طلع اللي عدى المليون ده. تمام. طيب كابتن احمد، طبعا يعني علاقتي بيك وانا بقول لك انت اخويا والوالد طبعا حبيبي يا الله كابتن، يرحمه كان من الناس المحترمه والجميله، لكن خليني اسالك واستحملني في السؤال ده. البعض بيقول ان احمد عيد بيعمل كده عشان يبقى متواجد داخل نادي الزمالك في عمل من الاعمال، سواء بقى في بص، القناه او في النادي. والبعض قال نفس الكلام. ما انا كنت
طلعت انتقدت المستشار مرتضى منصور ان انا ما عشان هو مش عايز يشغلني في النادي فانا طلعت انتقدته، او عشان جاب احمد عفيفي انت زعلت ورحت منتقده. يعني ناس بتقول كده وناس بتقول كده، طول ما الناس بتتكلم والحمد لله مواقفي باينه وصريحه وعند الناس كلها، انا ما يهمنيش اي حد يتكلم، انا يهمني نفسي والناس اللي حواليا، اصحابي وقرايبي وحبايبي والجمهور. عارف احمد عيد ايه؟ وعارف اللي انا بص، في ناس كتير بتحاول تشوه الصوره، تتكلم في الحاجات دي الكلام ده، تقول حاجات مختلفه، حاجات معينه، لكن انا عارف والناس كلها عارفه الحمد لله والشكر لله مواقفي. انا مش محتاج حاجه ولا محتاج اشتغل في نادي الزمالك دلوقتي، طبعا شغل في نادي الزمالك على راسي وحاجه حاجه حاجه افتخر بيها اكيد، لكن انا مش محتاج لو قعدت طول عمري اللي انا ما اشتغلش في حته، الحمد لله ربنا ساتر الامور معايا، الحمد لله، والموضوع مش فارق معايا في شغل او مش شغل، اكيد الشغل في نادي الزمالك هيضيف لي طبعا.